طاب مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. والآن إليكم أبرز العناوين. السيسي يواجه الكثافة السكانية السبت المقبل في مؤتمر التعبئة والإحصاء. التموين، صرف الخبز المدعم للمواطنين داخل محافظات إقامتهم فقط. التنظيم والإدارة، المرأة تمثل 43% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وزارة الهجرة تستعين بمحمد رمضان لإطلاق حملة قبل ما تهاجر فكر وشاور. جماهير ليفربول تطلق أغنية جديدة في حب اللاعب محمد صلاح. نتائج أولية لاستفتاء استقلال كردستان العراق، 93 صوتوا لصالح نعم. روسيا تعلن رفض أي محاولة أمريكية للخروج من الاتفاق النووي مع إيران. الأمير هاري وصديقته الأمريكية ماركل معا وبشكل علني لأول مرة. وسليمان جودة يكتب يبحث عن تفسير. ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السبت المقبل لإعلان نتائج نهائية لتعداد السكان عام 2017، ويعرض المؤتمر عدد السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي. وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز أن البيانات خريطة معلومات متكاملة لتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار السليم. ولمزيد من التحليل تنضم إلينا في الاستوديو دكتورة غادة شريف الكاتبة بالمصري اليوم. دكتورة غادة، أهلا بك معنا في هذه النشرة. أهلا بكم. إذن برأيك، هل تعتقد أن الرئيس سيبدأ معركته لمواجهة الكثافة السكانية من هذا المؤتمر كما وعد في مؤتمر الشباب الأخير؟ أنا نفسي يكون العنوان مش مواجهة الكثافة السكانية، نفسي يكون استغلال الكثافة السكانية. يعني هكذا نهضت الصين وهكذا نهضت الهند، وهم كانوا بادين بقاعدة سكان أعلى مننا دلوقتي بكتير، وما زالوا بيستفيدوا بها. دول يعني لا هم مسلمين ولا موحدين بالله، واعتبروا أن هذه الكثافة السكانية نعمة من الله واستغلوها صح. هنا احنا بنقول ان هيتعرض في المؤتمر ده عدد السكان في القرى المختلفة حسب التوزيع الجغرافي وخصائص هذه القرى. انا بقى واقفة عند الخصائص دي. كل قرية فيك يا مصر متميزة بحاجة معينة، حرفة معينة، زراعة معينة. لو احنا وظفنا الناس في مكانهم، يعني مش هقول بقى ناخد الشباب ونبدرهم كده في الصحراء هيعمروها وهيعمروها لو عملنا كده، لكن انا بقول احنا زمان حتى لما نقرا في كتب الرحاله بتوع زمان كانوا دايما بيتكلموا على الاسواق اللي مشهوره بيها مصر على طول مجرى نهر النيل. القريه دي بتزرع كذا وفي اسواق هنا، والقريه دي في اسواق هنا، ومش شرط تبقى زراعات، ممكن تبقى منسوجات، ممكن تبقى خزف، ممكن يعني كل قريه. بس احنا محتاجين حد يحط دماغه بجد في الموضوع ده. كل قرية فيك يا مصر بتمتاز بحرفة معينة، بتمتاز بصناعة معينة على 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 اختلاف السكيل بتاع الصناعات. فأنا نفسي إن احنا نهتم، نعتبر الكثافة السكانية دي نعمة من ربنا ونستغلها، نستغلها مش نحاربها ولا نواجهها ولا نسعى لتقليلها. هم النهاردة العشوائيين، الناس اللي هم في العشوائيات أو الناس الفقراء ليه بيخلفوا كتير؟ لان هم بيعتبروا الخلفه دي عماله. اذا انا النهارده عندي هذه الفئه من الناس اذكى 100 مره من الدوله، لان هي اعتبرت ان الخلفه الكتير دي نعمه من ربنا وايد عامله يشغلوها يستفيدوا بيها. طب ما احنا عن نفس الفكر، نفس الفكر، نعتبر كل ده، وهو مش نعتبره، هو فعلا كده ايد عامله ونشغلها، هنفتح لهم المصانع، الاراضي الصحراويه تتفرد قدامهم، القرى نشوف ايه الحاجات اللي هي بتتميز بيها ونساعدهم فيها. اذا تمت مواجهه الكثافه السكانيه او تم استغلال الكثافه السكانيه بهذا الشكل فهي لن تكون مشكله على الاطلاق. قررت وزارة التموين بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية. وقالت الوزارة في بيان إن القرار يأتي لمنع التلاعب وعملية الصرف الجماعية لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة، مع التأكيد
على إتمام عمليات تحويل البطاقات للمغتربين في المحافظة المقيمين بها خلال 48 ساعة. دكتورة غادة، يعني قرار مفاجئ وردود أفعال غاضبة، والمواطن هو المتضرر الوحيد، يعني ما هي قراءتك لذلك؟ الحقيقة يعني أنا مش عارفة دكتور علي مصلحي عايز إيه من المواطن الغلبان. يعني أنا بقترح عليه بدل القرارات اللي كل شوية ورا بعضها، أنا أقترح عليه يلمهم كده في حي أو في شارع ويولع فيهم، لأن من الواضح إن كل قراراته ضد المواطن الغلبان. يعني أنت النهارده عندك بطاقة تموينية يعني مميكنة، يعني مفيش مجال إن هو يستخدم التلاعب اللي هو بيقول عليه. أمال التحكم المركزي أخباره إيه؟ ما هو بيدخل البطاقة برقمها، خلاص دخلت البطاقة برقمها، سواء بقى في المنصورة، سواء في المنوفية، سواء في القليوبية، خلاص دخل، مفيش مجال للتلاعب. إنما أنت هنا بتعقد الدنيا، وخصوصا إن كتير جدا من أبناء القرى مش بيشتغلوا في القرى بتاعتهم، في مغتربين كتير، في ناس بتسافر بتصيف. يعني أنت ليه عايز تخنق الناس؟ ودي ناس كانت نفس غلطته أيام مبارك برضو. يعني أنا تصورت لما هو جه وزير للمرة الثانية أنه هو متعظ من دروس الماضي، بس واضح أن لا هو ولا الدولة متعظة منه في دروس الماضي. قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم العام والإدارة أن نسبة الإناث في الجهاز الإداري للدولة 43% من إجمالي الموظفين، مضيفا أن الدستور أعطى حقوقا غير مسبوقة للمرأة، منها تمثيلها بالمجالس النيابية والمناصب القيادية، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الإدارة المحلية والجامعات تعدت 51%. أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن الوزير في انتظار التقرير الخاص بزيارة وفد رئاسة الجمهورية والجهات السيادية بشأن المدارس اليابانية، وذلك للوقوف على موقفها النهائي ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب قبل إطلاق الرابط الإلكتروني لبدء التسجيل، والذي كان مقررا بدء تفعيله الثلاثاء، ومن المرجح تفعيله خلال الساعات المقبلة. دكتورة غادة، يعني أولياء أمور الطلاب بانتظار انطلاق هذه سلسلة هذه المدارس في مصر وإطلاق أيضا رابطها الإلكتروني، كيف قرأت الخبر السابق؟ طبعا هو بغض النظر عن المشكلة اللي حصلة، وده كان متوقع على فكرة، لأن الهيئة الهندسية على كاهلها أعباء كتير قوي، وكلهم يعني بيكلفوا بيها وبيؤمروا بان هم يختصروا الوقت، فكان لازم هيحصل دروب في هذا في حاجه من الحاجات، وانا شايفه ان ما كانش يضر لو كنا استنينا للسنه الجايه. لكن انا عايزه اركن دي على جنب، وانا متاكده ان الهيئه الهندسيه هتقدر ان هي تعوض التاخير اللي حصل، لكن انا عايزه اركن دي على جنب واقول ان احنا، انا ملاحظه كده ان كل تجربه بنطلع عليها ما بنحاولش ان احنا نغير الواقع بتاعنا ونصلحه على اساس هذه التجارب، احنا بنسيب الواقع بتاعنا بكل العك اللي فيه زي ما هو، وبنروح نعمل تكرار او كوبي من التجربه اللي شفناها في حته ثانيه. طيب والناس اللي بتتعلم في المدارس المتبهدله والتعليم المتدهور، هنسيبهم كده عمالين يكبروا ويتلقوا في هذا التعليم المتدهور؟ فانا كان نفسي ان التجربه اليابانيه نشوف ازاي ممكن نطعم بيها التعليم الحاصل عندنا اوريدي دلوقتي في المدارس اللي اوريدي قائمه، في الطلبه اللي اوريدي داخلين في المدارس على مختلف سنوات الدراسه. انا نفسي كده، نفسي ما يبقاش اسهل حاجه عندنا اننا ندي ظهرنا للواقع المؤلم ونحاول نخلق واقع جديد، لان الواقع المؤلم فيه ناس. يعني اليست محاوله للتطوير؟ يعني ده مش تطوير، انت هنا بتركني المشكله الاساسيه على جنب وبتروحي تعملي حياه بديله، بتحاولي تعملي يوتوبيا جديده. طب والناس اللي موجودين اوريدي، يعني نموتهم ولا نولع فيهم ولا نعمل ايه؟ ما هو دول بيتلقوا هذا التعليم المتدني وبيكبروا بيه، وهو ده الايد العامله او الدكتور اللي هيطلع لك وده المهندس اللي هيطلع لك. طب ليه سايبينهم؟ انا كنت احب ان التجربه اليابانيه تطبق عليهم في مدارسهم، على المدرسين كمان مش بس الطلب. فانا نفسي ان الرؤيه دي تكون موجوده وما فاتش الوقت انها تتعمل. استعانت وزارة الهجرة بالفنان محمد رمضان في إطلاق حملة بالبحيرة عن التوعية بسبل الهجرة غير الشرعية بعنوان قبل ما تهاجر فكر وشاور. وقالت الوزيرة نبيلة مكرم أن المبادرة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فيما قال رمضان
أشرف لي أن أغسل صحون في مصر وما سافرش هجرة غير شرعية. دكتور غادة، برأيك هل هذه المبادرة تؤتي ثمارها حقا وتوصل الهدف المنوط به؟ الحقيقة أنا يعني الوزيرة نبيلة مكرم كل الاحترام ليها، بس من يوم ما تولت هذا المنصب ما ادتنيش غير انطباع عنها إن هي ما عندهاش عمق. ملاحظة أنا كل هي غاوية اللقطة، غاوية الشغل الإعلامي، لكن إيه العمق من اللي هي بتعمله؟ ما فيش. وأعتقد الموضوع ده كاشف جدا. هي جريت ورا محمد رمضان لأن محمد رمضان هو الموضة دلوقتي، بس ما ينفعش يبقى هو ده المثل اللي استخدمه في ان انا انصح الشباب ما يسافروش هجره شرعيه، بينما نفس الشباب ده شايف محمد رمضان بيستعرض العربيه الفراري بتاعته والعربيه الرولز رويس بتاعته والشيك ابو 2 مليون بينزله على الفيسبوك اللي هو اتبرع بيه. فبالعكس انت النهارده خليت الشباب يبقى عنده طموح فظيع في ان هو يمتلك زي ما انت ما بتمتلك، وخصوصا ان هو شبههم شكلا يعني. وممكن تكون هي اختارته عشان كده، بس انا اعتقد ان هي اختارته علشان في هوجه دلوقتي من الجري ورا محمد رمضان في الهيئات والمؤسسات، ودي هوجه سيئه لان هو انا مش شايفاه نشر حاجه حميده، بالعكس هو مسؤول عن فساد جيل بحاله، مسك سنج واهانه بعض بالاشكال اللي هو عملها في المسلسل بتاعه في الشوارع وكده. فانا الحقيقه مش شايفه ان دي مبادره استخدام محمد رمضان فيها، مش شايفه ان هي هتؤتي ثمارها طالما هو ليه هذه الخلفيه عند الشباب ان هو الفراري ومش الفراري والروز رايز والحاجات بتاعته دي. اطلق عدد من جماهير نادي ليفربول الانجليزي اغنيه جديده في حب النجم المصري محمد صلاح، تظهر مدى تعلق الجماهير به بعد انضمامه للفريق بوقت قصير، وذلك بعد تألقه الكبير في أولى مبارياته مع الفريق. ونشرت الجماهير الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أدتها خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام ليستر سيتي. فاصل قصير ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده النتائج الأولية للاستفتاء الكردي على استقلال كردستان، تابعونا. عودة مرة أخرى للنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، وإلى الشأن الخارجي. فلقد رصدت وزارة الدفاع الروسية 27 انتهاكا لوقف القتال في سوريا خلال ال 24 ساعة الماضية، وأجرت الوزارة 5 عمليات إنسانية في حمص وحلب ودرعا، وأكدت أن معظم حالات إطلاق النار وقعت في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين. دكتور غادة، يبدو أن مناطق تخفيف التوتر تؤتي ثمارها في سوريا رغم كل الانتهاكات، برأيك هل هذه المناطق تساهم قريبا في حسم الصراع هناك؟ بالتأكيد أن أي اتفاق على هدنة لوقف القتال بتفيد المفاوضات وبتفيد التطور بتاع الأزمة، وبالتأكيد برضو أن أي انتهاك لهذه الهدنات، ودي كانت متكررة كتير كتير وبكثافة يعني، بيعطل من هذه المسيرة. ما تفعله داعش أو ما تبقى من داعش وجبهة النصرة ده حاجة بقى زي كده إيه اللي هو أنا آسفة في التعبير يعني، الحيوان بعد ما بيتذبح وبيقعد يفلفص كده قبل ما هو بينازع يعني بيحتضر. ده بالنسبة لداعش. بالنسبة لجبهة النصرة ومن على نهجها، هم بيحاولوا يبقى لهم نصيب في تورتة التقسيم اللي هتحصل في الآخر، وواضح إن في هذا الإصرار، سواء بقى انقطع التمويل عنهم او انقطعت الامدادات، لكن هم ما زالوا خصوصا بعد ما منحهم اوباما مسمى المعارضه المعتدله. فاتوقع ان هم بيعملوا المناوشات دي علشان بس انا موجود، ده انفصالا عن داعش، عشان انا موجود انا عايز نصيبي في التقسيم، لان الصوره العامه اللي احنا شايفينها في سوريا ان الامور بتسير تجاه التهدئه وتجاه قبول بشار الاسد كجزء من الحل النهائي للوضع في سوريا. في السياق ذاته، اعلنت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان مؤشرات أولية للنتائج، وذكرت أن أكثر من 93% من ناخبي الإقليم صوتوا لصالح الانفصال عن العراق، ولا تزال عملية الفرز مستمرة،
ومن جهته قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن حكومته لن تجري محادثات مع حكومة الإقليم بشأن نتيجة الاستفتاء. دكتورة غادة، يعني على الرغم من الرفض الدولي والتصعيد الإيراني، إلا أن الأكراد قاموا أو أجروا الاستفتاء بالفعل ويتجهون للاستقلال، يعني هل نحن على موعد مع أزمة جديدة تشهدها المنطقة بسبب ما قد ينتج عن هذا الاستفتاء؟ بالتأكيد، ولما تشوفي مين اللي مؤيد بشدة هذا الانفصال هتلاقيها إسرائيل. تاريخ كردستان بالنسبة للدول اللي هي متمركزة على حدودها الأردن وإيران وسوريا، تجدي إنها كانت بتلعب نفس الدور اللي كان اليهود زمان بيلعبوه في تاريخ الشعوب. يعني من قديم الأزل اليهود لما كانوا بيتواجدوا في أي بلد كانوا دايما يتعاونوا مع خصم هذا البلد ويساعدوه على دخول البلد. ده كان سبب طرد المصريين لليهود من مصر، ده كان سبب طرد أحمس لما الهكسوس، هم اليهود هم اللي دخلوا الهكسوس لمصر، وده كان برضو سبب اضطهاد هتلر لليهود الألمان. دايما هم بيدخلوا المكان يستحوذوا على جميع الفرص الاقتصادية والأمور الاقتصادية في هذا البلد، ويتعاونوا مع أعداء هذا البلد على أهل البلد نفسها. كردستان ليست بعيدة في تاريخها عن هذا، وهي أول من اعترفت بإسرائيل زمان، فبالتالي استقلالها دلوقتي وتأييد إسرائيل ليها، وإسرائيل ما ننساش أن هي برضو كانت أول المؤيدين لانفصال شمال وجنوب السودان عن بعض. فأنا أخشى ما أخشى أن هذا الواقع الجديد، لأن هو الاستقلال ده هيكر بقى زي الخيط، وهتبص تلاقي كل 30-40 قاعدين في قهوة عايزين يعملوا استقلال، وهتبص تلاقي الدول العربية بعد ما فشلوا الغرب في ان هو يقسمها بداعش وبالتنظيمات الارهابيه باختلاف المسميات، يبتدي يقسمها تنتج من قلبها هي منها فيها. عشان كده احنا دايما بنقلق من اي اضطهاد يحصل لاهالي الحدود، سواء في النوبه تحت، سواء في السلوم، سواء اهالي سيناء، دايما بنقلق من الحكايه دي، لان دايما النزعات للانفصال والشعور بالاضطهاد اللي بيخليهم عايزين ينفصلوا عن الدوله الام بينتج من الـ 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 الناس اللي عايشه في الاطراف. انا مش متفائله بان يحصل استقلال لكردستان، واخشى ما اخشى ان هو يكر بقى زي الخيط ونبص نلاقي التقليعه دي طالعه في بلاد كتير. فاتمنى ان يكون في مواجهه حاسمه، ولو هتكون عسكريه تكون عسكريه، كل بلد في الـ في الـ في, الـ في الاقليم نعم. بتاعها تبتدي بقى تحاجي على الاطراف بتاعتها علشان ما تتكررش هذه الحكايه. وفي سياق متصل، قال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال ان الحكومه الاتحاديه لن تكون ملزمه بنتائج الاستفتاء الذي اجرته سلطات اقليم كردستان العراق. واضاف في مداخله مع برنامج المصري افندي على قناه القاهره والناس ان الاستفتاء يفتقر الى الغطاء القانوني ويتعارض مع الدستور العراقي بشكل كامل، وانها بدات في اتخاذ اجراءات ضده. حقيقة موقف الحكومة العراقية، نحن نقول أن هذا الاستفتاء من الناحية القانونية لا قيمة له على الإطلاق. نعم. أن يرتب أي أثر قانوني ملزم بالنسبة لنا في الحكومة الاتحادية. نحن لا نعتد بهذا الاستفتاء ولا بنتائجه، ولسنا ملزمين بالتعامل معها، وسيبقى واقع العراق القانوني والإداري والدستوري والسيادي والجغرافي على ما هو عليه كما ثبته الدستور العراقي وكما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية. وبالتالي حقيقة هذه الخطوة خطوة غير مجدية قام بها الإقليم، خلق مشكلة في العراق، أثر سلبا على حالة التعايش الأخوي بين المكونات العراقية، وأوجد توتر إقليمي في المنطقة برغم رفض عراقي من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية، وبرغم معارضة دولية وإقليمية واضحة وصريحة. وبالتالي نحن نقول أن الإقليم بهذه الخطوة أضر مصالح العراقيين جميعا، وفي مقدمتهم المواطنين الأكراد في الإقليم وحتى خارج الإقليم. وسوف نتعامل مع هذا الواقع كما نص الدستور، ولن نقبل بأي خطوة للقيام باجتزاء جزء من العراق عن بقية العراق أو للإضرار بالوحدة الوطنية العراقية وبسلامة الأراضي والسيادة الوطنية العراقية. ولدينا إجراءات باشرنا بالفعل بالقيام بها لمنع وقطع الطريق أمام أي خطوات بهذا الاتجاه، حيث
اجتمع مجلس الامن الوطني يوم امس واقر جمله قرارات في ما هي هذه الاجراءات وما هي هذه القرارات؟ القرار الرئيسي وقرارات اخرى، القرار الاول كان مرتبط بالتنسيق مع الدول المجاوره للعراق فيما يخص المنافذ الحدوديه والمطارات الموجوده في محافظات الاقليم، وكذلك فيما يتعلق بالنفط وتصدير نفط من الاقليم، طلبنا من حكومات هذه الدول عدم التعامل على الاطلاق مع الاقليم وحصر التعامل فيما يتعلق بتصدير النفط بالحكومه الاتحاديه، وكذلك فيما يتعلق بالمنافذ الحدوديه لا يمكن ان تتعامل هذه الدول بعد الان مع الاقليم، وانما سوف يتم التعامل مع الحكومه الاتحاديه حصرا. وبهذا نكون قد قطعنا الطريق امام امكانيه التواصل مع العالم الخارجي طبعا الاقليم بعيدا عن اراده الحكومه الاتحاديه، بالاضافه الى خطوات واجراءات اخرى سوف نقوم بها في القريب العاجل بهذا الاتجاه. أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات بوتيرة مرتفعة، وذلك في تحد لمطالب مجلس الأمن بوقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتهم تقرير لمجلس الأمن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام خطاب تحريضي لدعم حملة استيطان ومستوطنات جديدة. أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا ترفض محاولات تغيير الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة أن عدم التزام واشنطن بالاتفاق قد يضر الوضع حول كوريا الشمالية وسيكون مثالا سيئا في حال التفاوض معها مستقبلا. وأضافت الخارجية أن موسكو لا ترى الآن أي أساس لبدء عملية الخروج من الاتفاق النووي. دكتور غادة، هل تتوقع أن تدخل موسكو في صراع مع واشنطن عندما يتعلق الأمر بموضوع الاتفاق النووي الإيراني؟ هو مش واشنطن، هو ترامب. يعني هم كانوا سحبوا منه التويتر قبل كده، الإدارة الأمريكية سحبت منه التويتر، بعدين معرفش إيه اللي خلاهم رجعوه له تاني، لأن هي كل المشكلة إيه؟ إن هو كتب على تويتر إن إيران مش، ما معناه يعني إن هو مش هيسكت لإيران وهيفرض عقوبات وهيعمل خصوصا بعد ما عملوا التجربة بتاعت الصاروخ الباليستي بتاعهم الأسبوع اللي فات. لكن في النهاية الاتفاق النووي الإيراني ده ما هواش اتنين قعدوا مع بعض وسلموا على بعض وخلاص، ده بقى وثيقة معتمدة موجودة في الأمم المتحدة. يعني حتى إلغاء وثيقة في الأمم المتحدة دي حاجة ما بتبقاش سهلة، وفي كذا دولة بيبقوا داخلين فيها ولها العديد من الإجراءات. لكن الواضح أن الأزمة هنا في الموضوع ده هو ترامب وما يتبعه من رعونة في الأداء. وأنا مش عارفة الحقيقة، يعني فيما يخص إيران بالذات أنا شايفة الإدارة الأمريكية سايباله الحتة دي ليه معرفش، وبرضو تصريحاته دي سببت في إشعال الموقف بينه وبين كوريا الشمالية. يعني أصبحت أمريكا النهاردة مختزلة في ترامب، فتح خناقة للأمريكان مع إيران وفتح خناقة للأمريكان مع كوريا الشمالية، وهي خناقتين غير مرغوبين فيهم على الإطلاق. فأعتقد إن الإدارة الأمريكية هتجيد التدخل في الوقت المناسب لحسم هذه الأزمات. حضر الأمير البريطاني هاري وصديقته ميغان ماركل مباراة تنس ضمن فعاليات دورة ألعاب إنفكتوس للمصابين والمرضى من أفراد الجيش التي أسسها هاري عام 2014، ويعد ذلك أول ظهور علني رسمي لهما حيث يمسك كل منهما بيد الآخر، كما ظهر الاثنان في حفل الافتتاح خلال مطلع الأسبوع. تختبر فيسبوك خاصية جديدة لدمج واتساب داخل تطبيقها على الهواتف الذكية، وسيمكن الخيار الجديد المستخدمين من الدخول إلى واتساب من دون الحاجة إلى مغادرة فيسبوك من خلال شورت كات للواتساب يتيحه الفيسبوك. وفقا لخبراء في مجال النوم، فإن العالم يتجه إلى ما أسموه بوباء قلة النوم الكارثي بسبب تآكل وقت فراغ الإنسان في حياتنا المعاصرة، محذرين من أن هذا الأمر لن يتغير دون تدخل حكومي مباشر. كما أكد خبراء بريطانيون أن هناك علاقة مباشرة بين قلة النوم وأمراض الزهايمر والخرف. فاصل قصير نواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.
عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. أما الآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان يبحث عن تفسير، يكتب سليمان جودة في عدد الأربعاء من المصري اليوم متحدثا عن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون موافقة الجهات المختصة، متسائلا منذ متى أي مواطن مصري يفضل جنسية من هذا النوع على جنسية بلاده، مؤكدا أن الخبر ينطوي عليه علامات استفهام خاصة أنهم من العشرينيات. دكتور غادة، كيف تقرأين المقال، وهل حقا يحتاج إلى دراسة، وهل نحن في اتجاه أنه يمكن الكل ممكن يأخذ الجنسية الإسرائيلية على حساب جنسية مولده؟ هو الحقيقة يشوب هذا القرار الغموض، وإحنا مش عارفين ليه. يعني الولاد دول مثلا بيشتغلوا في سيناء وفي العريش وكده، فالظروف المحيطة بيهم وتعاملاتهم سواء في شغل أدت إلى هذا، لكن في النهاية الجنسية بتاعت اللي هي بتاعت الأم، اللي هي الجنسية اللي بتاعت المولد دي، ربنا هو اللي بيديها للناس. لا يملك أحد إن هو ينزع عن حد حاجة ربنا ادهاله، يعني ما ينفعش. لكن للأسف إن هذا القرار بتاع القانون بتاع سحب الجنسية ادى انطباع عام عند الناس إن الدولة خايفة. لما يطلع لي المذيع اللي هو بيعتبر نفسه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة يعني، ويذكر مذيع معين وهيتسحب منه الجنسية لأنه إرهابي، يعني إيه ده؟ يعني هنا في تناقض. يعني كما لو كان موضوع الإسرائيلي الـ3 شبان دول مجرد بس كده كاموفلاج، بينما الغرض الأساسي واللي اتضح من هذا المذيع إن هو هتتسحب الجنسية من كل من يعارض أو كل من يحمل رأي مخالف. ففي النهاية طيب انت الدولة خايفة ليه؟ الدولة القوية ما بتخافش من المعارضين، المعارضة بتدي قوة للنظام، بتدي قوة للدولة، بتدي شكل صحي سليم للدولة أمام العالم إذا كنا مهتمين بشكلنا أمام العالم. تبعات هذا القانون سيئة للغاية، أبسطها اللجوء السياسي غير السمعة. يعني الحقيقة أنا مش عارفة مين اللي بيقعد يفكر ويقعد يخترع قوانين كده، نبص نلاقي بتتاخد من غير تفكير ومن غير دراسة وعلى طول تدخل في الإعلام ويعرفوها للناس. حاجات بتسيء للدولة وبتسيء للنظام، وبتبين إن في قصر نظر شديد للقرارات اللي بياخدوها بتتاخد من غير دراسة ومن غير ما يبقوا عارفين التبعات بتاعتها إيه. والآن مشاهدينا إلى فاصل أخير ونواصل من بعد نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس. دائرة نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 726 جنيه، جرام عيار 21 635 جنيه، جرام عيار 18 544 جنيه، جرام عيار 14 439 جنيه. أما عن سعر جنيه الذهب 5080 جنيه. أما الآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 33-22، الإسكندرية 29-22، شرم الشيخ 37-30، الغردقة 34-25، الأقصر 28-23، أما عن أسوان فالعظمى 40 والصغرى 23. وبكذا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا النهاردة. شكرا دارين. شكرا أمل. شكرا دكتور غادة شريف الكاتبة بالمصري اليوم. شكرا لكم وللسادة المشاهدين. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، غدا جولة إخبارية جديدة فقط على نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. دمتم في أمان الله. تابعتم في نشرة اليوم. السيسي يواجه الكثافة السكانية السبت المقبل في مؤتمر التعبئة والإحصاء. التموين، صرف الخبز المدعم للمواطنين داخل محافظات إقامتهم فقط. التنظيم والإدارة، المرأة تمثل 43% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وزارة الهجرة تستعين بمحمد رمضان لإطلاق حملة قبل ما تهاجر فكر وشاور.
جماهير ليفربول تطلق أغنية جديدة في حب اللاعب محمد صلاح. نتائج أولية.